بأنه هزيمة مباراة ذهاب يعني نتيجة صغيرة من الممكن تجاوزها، لكن أظن بأنه السياق الذي ستجرى فيه المباراة هو اللي تعطيها صعوبة. إكراهات بالجملة، أظن غيابات بسبب إصابة مجموعة من اللاعبين وأفراد من الطاقم التقني والإداري بفيروس كورونا، كذلك الأجواء المناخية فرضت على النادي طلب تغيير ملعب المباراة، وهذا ما تم يعني الاتحاد العربي وافق عليه، وتم نقل المباراة إلى مدينة مراكش. أكيد بأنه ملعب يعرفه فريق الرجاء جيدا، لكن لا نعرف جودة أرضيته، لا نعرف كذلك الأحوال المناخية وقدرة الملعب على تصريف المياه الأمطار نعم الغزيرة التي تعرفها جل أنحاء المملكة. نعم كذلك تجرى في سياق صعب، لأن مباراة الذهاب لا يمكن اعتمادها كمرجع، لأنها أجريت تقريبا هذه 11 شهر من قبل مجموعة من المعطيات. الفريق الخصم تعاقب على تدريبه مجموعة من المدربين، غير جلده بنسبة كبيرة، لكن تبقى مقابلة صعبة صعبة للغاية.